بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أحبابنا ومتابعينا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من جديد وعلى طريق المشاية وفي يوم آخر نسير إلى إمام العشق، إلى الإمام الحسين سلام الله عليه، وكلنا أمل أن يكون لهذه الخطوات أثر على قلوبنا وعلى وعينا لكي نفهم حقيقة هذه الثورة التي لأجلها استشهد الإمام الحسين سلام الله عليه. لا أخفي عليكم الصراحة أنني أمشي إلى الإمام الحسين وفي قلبي لوعة أريد أن أتقاسمها معكم. أنظر وأقول إلى أي درجة هناك جانب من أمة الإسلام لا يمكن أن يلتمس أو بينه وبين الإمام الحسين حواجز كثيرة نفسية تمنعه في وعيه أن يدرك أن هذا الرجل العظيم استشهد لأجله، استشهد لأجل الإسلام، هذا الإسلام الذي يوحدنا، هذا الإسلام الذي جاء لنا جميعا. والذي يؤلمني أكثر أن يمكن لأحد يكون من غير دين الإسلام أن يلتمس حقيقة ثورة الإمام الحسين ولا يلتمسها هذا الجانب من أهل الإسلام. نكمل معا من عيون المسيحية لكي نتدارس حقيقة هذه الثورة. واليوم أرحب بالدكتور إلياس الهاشم، أهلا وسهلا بحضرتك دكتور إلياس. أهلا وسهلا بكم. كيف طريق المشاية معك دكتور إلياس؟ رائع جدا. رائع صح؟ هذا حدث رائع جدا، ولأنه حدث رائع جدا لح بحكي باللبناني، بالعامية اللبنانية، بالمحكية اللبنانية. خليني عراق الخير، يا عراق الخير. خليني أقدمك وننطلق إن شاء الله. خليني أقدمك دكتور. دكتور إلياس الهاشم هو كاتب ومؤلف، عنده كتابات جدا رائعة، وأكثر شيء يعجبني فيما يكتبه هو الجانب الشعري. هو عضو في اتحاد كتاب لبنان، وهو أيضا عضو ناشط في حوار الأديان. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور إلياس، حقيقة متشرفة جدا بأن تكون معنا على طريق المشاية لكي نسير سويا إلى الإمام الحسين سلام الله عليه، ونلتمس، نريد أن نرى حقيقة الإمام الحسين من عيون ليست عيون متعودة على طريق المشي ومتعودة على الأربعين. ماذا التمستم في هذا الطريق؟ مساء الخير. وقت اللي وقت اللي عم بمشي بين هالناس عم بحس بالقيمة الروحية عالية جدا 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 جدا. وبدي أقول إنه الإمام الحسين ليس لفئة من الناس. أنا مسيحي وموجود هنا مع إخوتي وموجود هنا مع الإمام الحسين لأقول أن كل إنسان يقف في وجه الظلم ويقف في وجه المظلومية وينصر الضعفاء هو حسيني لأي دين انتمى. ويجب أن يكون عندنا الوعي الكافي لنقول أن ثورة الإمام الحسين هي ثورة النهضة الإنسانية، وليست ثورة على يعني ثورة عسكرية أو انقلاب. لا، ثورة الإمام الحسين ثورة على إرساء منظومة القيم الإنسانية. نحن بحاجة وبحاجة جدا للعودة إلى هذا الوعي. اليوم تجتاحنا قيم الغرب البالية التافهة. سنتم. الآن هم يشتغلون على مشروع التدفئة دكتور. 100%. أنا اليوم يعني دمعتي دمعة فرح إنه عم شارك هيدي الناس اللي ماشي رايحة لعند أبي عبد الله حفيانين عطشانين. أنا لاحظت أنه على الطريق كنت تقولي شوفي ستريم، شوفي كيف يعني حافين يمشون حافين. يعني هذا العشق الحسيني، يعني أنا بقول هذا الجنون في العشق الحسيني، هذا جنون رائع. هيام، هل الهيام فوق؟ نعم، فوق العشق. نعم. لذلك أن أبا عبد الله الحسين هو مدرسة، مدرسة لكل إنسان نبيل وشريف ويأبى الظلم ويقف في وجه الظالم ويقول الكلمة الحق. نعم. إذن إذا مشينا مع المشاية نحس بعشق روحي وليس بتعب جسدي، نحس أننا نمشي مع هذا الإنسان الذي لم يمت ولن يموت، نمشي
لنلتقي بعاشق، لنلتقي بأخ، لنلتقي بصديق، لنلتقي بأن ابن بنت رسول الله ينتظرنا. وأنا أفخر، أنا الهاشمي والمسيحي أن أكون بينكم اليوم لأقول كلمة أن هذا العشق الحسيني هو رد على انهيار القيم، ورد على وإعادة تصويب للبوصلة الإسلامية. فالإسلام هنا، الإسلام الأصيل، الإسلام الحق، إسلام الأخوة، إسلام النبوة، ليقول أننا نحن المسلمون نمشي حفاة لرجل نصرنا، نمشي حفاة لرجل يقول لنا: أنا أقول لكم إن لم تقفوا في وجه الظالم لا إسلام ولا مسلمين. أحسنتم. تطرقتم منذ قليل أستاذ إلياس إلى جانب الوعي، أنه اليوم يتم هدم هذا الوعي، ويتم هدم الأخلاق بالأساس، وهدم القيم. ولعلكم أنتم قرأتم فيما يخص موضوع الجندر وموضوع هدم الهوية الجنسية وهدم الهوية الانتمائية لشبابنا ولبناتنا ولأولادنا. اليوم هل يمكن أن نقول أن ثورة الإمام الحسين، أو أن رجوعنا إلى حقيقة ثورة الإمام الحسين، سيكون المفتاح والحل لكي نعيد بناء ما هم هدموه؟ سؤال رائع. العودة إلى القيم، إلى القيم الأخلاقية، وهذا قول للرسول يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ثورة الإمام الحسين هي العودة إلى الأصول، العودة إلى القيم، العودة إلى الأخلاقيات. اليوم الغرب يصدر لنا التفاهات، الجندرية، اللواط، الانحلال، التفكك العائلي، يضربون مشروع العائلة، الأسرة، المرأة بالأساس، النواة الأساسية لبناء هذه الأسرة 100%. الإمام الحسين عائلة، الإمام الحسين مشى وعائلته وأولاده إلى كربلاء، مشى والعقيلة، يعني مشى وأهل البيت. يعني الإمام الحسين هو الذي يحافظ على بيت النبوة، يحافظ على بيت الإسلام، يحافظ على بيت كل إنسان. بأن أن نقتدي بالإمام الحسين، أن نقول: أن أنت أخي، أنت أبي، أنت ابني، أنت حفيدي، مشوا معه في الموت. اليوم نجد الهجمة الغربية علينا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال التلفزة، من خلال الإنترنت، ضرب الأسرة وتفكك الأسرة. دعوني أنا فقط أعرج يمكن لزيادة الإفادة لمتابعينا. اليوم هناك ما تكوينة كاملة للعقل التي تسمح لنا لإدراك العالم المحيط بنا. هذه التكوينة بصر، نأخذ معلومة، نحللها، تستقر في الذاكرة، من الذاكرة تتكون عندنا خبرة، هذه الخبرة ندرك بها ما سيأتي فيما بعد. اليوم هم فهموا أن تشويه عملية الإدراك عند الإنسان تكون كفيلة بأن تشوه الصورة الباطنة التي ترسخ في عقله، ومن هنا يمكن أن نغير سلوك هذا الشخص. ولهذا اليوم لعله كما نرى، ومقدمتي كانت عن هذا الأمر، أنه يؤلمني أن أرى جزءا من المسلمين أصلاً لا يدركون حقيقة الإمام الحسين. من منظوركم ومن رؤيتكم دكتور إلياس، اليوم هذا الجانب الذي لا يرى حقيقة الإمام الحسين، وأنت اليوم كمسيحي استطعت أن تدرك هذا الجانب، أين هو الخلل؟ ما أراه اليوم هو ردة طبيعية على الهجمة الغربية عليه. لنقول أن هذه القيم نحن موجودة عندنا. سيدتي، أنا أجد اليوم أن العرب أو المشرقيين بكل طوائفهم إن لم يعودوا إلى جذورهم، فنحن ذاهبون إلى الانحلال، ذاهبون إلى الاضمحلال، لأن الحضارة الغربية التي تصدر إلينا حركات هجينة، يعني
المادية تطغى على الروحانية. نعم. تفكك العائلي يطغى على المودة والرحمة التي تجمع الأسرة. المودة والرحمة. أنا ما أجده اليوم هو تطبيق لقيم السيد المسيح وما قاله في الإنجيل المقدس. يقول السيد المسيح: كنت جائعاً وأطعمتموني، كنت غريباً وأويتموني، كنت عطشاناً وسقيتموني، كنت عرياناً وكسيتموني، كنت غريباً وأسكنتموني بيوتكم. هذا ما نراه على طريق المشاية. أنا اليوم أرى في كربلاء وأرى في العراق تطبيقاً حرفياً لقول السيد المسيح. أرى المضايف يوزعون الماء، يوزعون الأكل، يأخذون الناس ويقيمونهم في بيوتهم على حب أبي عبد الله. هذه هي القيم التي نقف ونفاخر بها ونقول أنها هي جسر تواصل بين البشرية. هي جسر تواصل. يجب أن نفخر نحن المسلمون المسيحيون المشرقيون أننا أصحاب قيم. أما هؤلاء المتصهينين هو لأنهم فقدوا عمق قيمهم أرادوا أن يكسروا قيمنا، لأنهم انخلعوا عن الأمومة، انخلعوا عن الأخوة. نحن لا، نحن اليوم نمشي مع العقيلة ونمشي مع الإمام الحسين ونقول بأن أهل البيت استشهدوا جميعا ولم يحيدوا عن كلمة الحق. إذن هذه الردة هي ردة كبيرة جدا على ما يصدرونه من فسق وفجور وتخطيط للتفتيت على التواصل الاجتماعي. علما سيدتي أن الاقتصاد بيدهم وأن الإعلام بيدهم. هذا أخطر شيء. أنا هنا أوجه عبر قناتكم الرائعة جدا، قناة الكفيل، أقول لكل وسائل الإعلام العربية والعالمية: لماذا لا تغطون هذه المسيرات المليونية أيها الوسائل الإعلامية؟ فإذا وقع حادث سير على طريق أحدهم تنبري كل وسائل الإعلام لتسلط الضوء على حادث السير. تعالوا إلى العراق، تعالوا إلى كربلاء وانظروا الملايين تهتف باسم الحسين. هل هذا يزعجكم؟ هل هذا ليس بالحري أن ينقل عبر الفضائيات صراحة وأن دكتور. ينقل عبر العالي، ترى العالم ما هي قيم الإمام الحسين؟ 20 مليون مخدومين يأكلون يشربون، ضربة كف ما فيه، ازدحام ما فيه. نحن بحاجة إلى تصويب البوصلة يا إعلامنا العربي. أريدكم أن تكونوا متوازنين كما قال الإمام علي لولده الحسن: يا بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك. اجعلوا أنفسكم ميزانا في إعلامكم، اجعلوا أنفسكم ميزانا. تعالوا وغطوا هذه المسيرة. المشاية الذين يمشون من النجف إلى كربلاء 150 كيلومتر، ويأتون من العراق 200 كيلومتر، ويأتون من المناطق البعيدة حفاة، أليسوا جديرون بأن تنقل حقيقتهم إليكم؟ وإذا أحدهم من الممثلين أو المطربين أو المغنواتيين طيب ضربت أغنيته طيب تضرب كل أنا الإعلام. بصراحة كم يؤذيني أن تأتي هذه الرسالة من عندكم، هي إيجابية يعني بالعكس، ولكن تؤذيني في حق الذين لم يدركوا ولا للحظة حقيقة الإمام الحسين. أعتذر منك دكتور إلياس، ولكن حقيقة هناك ألم في داخلي من بعد هذا الكلام، وأتمنى أن رسالتكم تضرب في صميم الذين لم يدركوا حقيقة الإمام الحسين وإلى اليوم يكملون في هذا العناد في فهم حقيقة الإمام الحسين. نكمل هذا الحديث الشيق إن شاء الله بعد الفاصل.
بي عتابك وعلمني آدابك حاسبني عيد عينك بس لا تسيد بابك ما رايد إحراجك بس أنا من يحتاجك لا تقطع أفضالك تقطع وداجك أتوسل بقلبك لقلبك وطيب يفسد. أحبابنا عدنا لكم من بعد الفاصل مع الدكتور إلياس الهاشم. أهلا وسهلا بك مرة أخرى على طريق الحسين. أهلاً بكم. كنا نتكلم منذ قليل على قلت أنه يؤلمني أنه هناك جانب من أمة الإسلام لا تدرك حقيقة الإمام الحسين، وتكلمنا عن الإعلام دكتور إلياس وقلنا أنهم يسعون إلى التضليل على هذه القيم، على حقيقة هذه الثورة، على حقيقة الأربعين. وأريد أن أتكلم معك على موضوع محدد وهو عمقهم في نشر الطائفية وبالخصوص نشر التفرقة المذهبية لكي لا نصل إلى حقيقة الإمام الحسين وإلى حقيقة آل البيت. ما رأيكم بهذا الذي قلته والمعاني؟ يؤدون دورا فيه عمق لضرب القيم، يعملون على الشرخ ويعملون على الطائفية لاستفادة العدو. هم ينظرون أن الإمام الحسين يتبعه الرافضة ويتبعه الشيعة وهم مخطئون. عفوا لعلي أقول أنه أبعد من هذا، هم يرون أن الإمام الحسين هو رافضي شيعي. نعم نعم، لا ينظرون إليه بأنه ثائر أو ابن بنت رسول الله أو وقف في وجه الظلم، لا، يعني يقولبون الإمام الحسين بقالب شيعي. وهنا الخطأ الكبير حتى على الشيعة، أنهم يريدون الحسين لهم وحدهم. لا يا أخي، الإمام الحسين قام إنسانية لكل الناس وليس لفئة معينة، فالذين يقولون أن الإمام الحسين لفئة فهم المغرضون. هو بصراحة دكتور إلياس خليني أقول أنه ليس كل الشيعة هم الذين عندهم هذه النظرة. نعم لا أشرح لك، لأنه حقيقة أن التماست عند الكثير الحرقة على أن يوصلوا حقيقة الإمام الحسين إلى غير الشيعة، ولكن للأسف العمل الإعلامي الممنهج جدا قوي. العمل الإعلامي، لأن الذين يقبضون على الإعلام هم الصهاينة، والذين يقبضون على الاقتصاد هم الصهاينة، والإمام الحسين لا يليق بهم، وهو يعتبرونه هو العدو الأول. وما نراه اليوم بإرساء منظومة المقاومات في العالم، حتى أن الإمام الحسين قال عنه غاندي: تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوماً فأنتصر. فهو رمز، هو أيقونة لكل المستضعفين، هو قدوة، هو قدوة عليها الشخصية. أنا أقول أكثر من قدوة، هو مدرسة، هو نهج. لذلك يريدون تغييب هذا النهج كي لا يصل إلى العالمية هذا النهج، وحتى أكثر كي لا يبنى شباب مسلم وشباب مسيحي بالضبط. له من العمق الروحاني والقوة وعياً ومنهجية ورؤية وإدراكاً ليدركوا أنهم هم العدو الحقيقي فيواجهوهم. والدليل على ذلك، أنا لا أريد أن أدخل في السياسة إطلاقاً، والدليل على ذلك ما يجري في عالمنا العربي اليوم، بأن الحسين مدرسة لإرساء منظومة القيم ومنظومة الحفاظ على الأرض والحفاظ على الدين والحفاظ على الأخلاقيات والحفاظ على الإنسان وكرامته. لأن قال يعني: هيهات منا الذلة، هذا شعار الإمام الحسين. لا. هيهات منا الذلة، يقولها كل حر،
كل شجاع، كل أبي إلى أي دين انتمى. هذه الآية، هذه الكلمة هيهات من نزل الله. والكلمة أنا التي أعتبرها هي الكلمة الكبرى عند الإمام الحسين، هي لا. لو يقول الإمام الحسين نعم لما هناك ثورة ولا هناك إسلام كما نجده لما اليوم، لما بقي الرابط الإسلامي صح؟ 100%. كلمة الإمام الحسين لا، لك مثلي لا يبايع مثلك. يعني أنت اليوم تأتي بعلاقة بين اللا والنعم. النعم هي الرضوخ، النعم هي الانحناء، الانسحاب. اللا هي الكرامة، لا يريدوننا أن نعيش في كرامة، ولكن علينا نحن أن نقول لا، لأن لا أحد يركب ظهرك إلا إذا انحنيت. يجب أن نقول لا للتفاهة، أن نقول لا للتهميش، أن نمشي في هذا الضوء ومرفوعي الرأس بأي دين انتمينا. صحيح. وأن نقف في وجه المفتنين. صحيح. وأن نقول له أنت يزيد، يزيد العصر أنت. أحسنت. وأنا حسيني ومسيحي وأفتخر بمسيحيتي. أحسنت. أحسنت. لأنني أنا المسيحي الذي أقول أنا أحبك. أحسنت. أنا أحبك لأنك أخي في الحي... في... لأنك أخي في الإنسانية. أحسنت. وهذا قول الإمام علي إمام البلاغة، الناس صنفان، إما نظير لك في الخلق أم نظير لك في الدين. أنا أفتخر أن أكون هاشمي ومسيحي وأن أحمل راية الإمام الحسين، لأن الإمام الحسين هو الكرامة، وكيف علي أن أعيش دون كرامة؟ كل من يقف في وجه الإمام، في وجه نهج الإمام الحسين ولا ينشره قد خسر، فهو يزيدي، وأنا مسؤول عن هذا الكلام. وما نجده اليوم من انخلاع في عالمنا العربي أننا لا نريد أن تكون لثورة الحسين موجودة، فهي للشيعة فقط. إذا كانت للشيعة فقط وكانوا الشيعة هم أهل كرامة، فنعم هذه الكرامة. أحسنت. وأنا أقول أن كل من يقف في وجه الظلم هو حسيني إلى أي دين انتمى. فليعي العرب أننا نحن حسينيون على أساس أننا مسلمين مسيحيين ومحمديين. لا أحد في الأرض يرضى أن يعيش في الذل. إذا أرادوا أن يعيشوا في الذل فليذهبوا إلى يزيد، وإن أرادوا أن يعيشوا في الكرامة فليذهبوا إلى الحسين. ونحن في كربلاء وهذا الكلام، ولهذا نحن متجهون إلى الحسين عليه السلام. أحسنت حقيقة. أنا لا أدري ماذا أقول بعد هذا الكلام، إلا أن أقول أنه أين أنتم حقيقة الآن في هذا الموقف الذي يتكلم فيه مسيحي عن الإمام الحسين بهذه الطريقة، يدرك فيه مسيحي حقيقة الحسين بهذه الطريقة؟ أين أنتم من ابن بنت رسول الله؟ أين أنتم ممن استشهد لأجل ليس كرامته بل كرامتكم أنتم؟ أين أنتم من حقيقة هذا الرجل العظيم الذي يسير له أكثر من 24 مليون شخص إحصائيات السنة الماضية، وقد تبين لي هذه السنة أن العدد أكبر بكثير؟ في الحقيقة أنتم لن تضيفوا شيئاً لا لشيعي ولا لسني، لن تضيفوا شيئاً لا لمنتمن لهذه الطائفة أو لهذا الدين. إذا أنتم عرفتم حقيقة الإمام الحسين ستضيفوا شيئاً لكم، إما أن يكون النجاة بينكم وبين أنفسكم، فتدركون حقيقة من يضلل عن وجودكم كإنسان كامن بكرامته، أو أن تكونوا عكس ذلك وتكونوا يزيديين. إن شاء الله نلتقي في حلقة مقبلة بإذن الله تعالى على طريق الإمام الحسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.